بسم الله الرحمن الرحيم. أذكر تركيب مفعول مطلق مفعول له. مفعول مطلق كچونا مفعول له كچونا ام كدرو شدي ناوي كلاس تتم گست ان شاء الله كليير. اس چ فیض الادبش کتاب اس نش گونی جملوش ار سالل الله أرسل الله الأنبياء هداية هداية أرسل فعل ماضي فعل ماضي سجل واحد مذكر غاي الله كلمة جلالة فاعل شدي الأنبياء شدي مفعول به مفعول به هداية غوص مفعول له أي كاسمج أرسل الله أرسل فعل الله فاعل الأنبياء يبين اسم مفعول به هداية يبين اسم مفعول له فعل فاعل مفعول به مفعول به مفعول له أريد بني سوري جملة فعلية خبرية أي كسمج دويم لا تقتل لا تقتل غضبا مش تركيب كل شيء معي لا تقتل فاعل نهي واحد مذكر حاضر ٹھیک اتمن شو اصل انت زمير پوشي دم فاعل اتمن انت زمير پوشي دم فاعل غضبا يبين الشديد مفعول الله مفعول له ها بيقلت لا تقتل يقو فعل نہیں فعل نہیں کچھ بنا ہم خطر وشد دینا ہوئے کلاس سوچ انت ضمیر پوشی دیش فاعل غضبا ابن اسم مفعول له فاعل الفاعل بمفعول له تنوير لن ابن جملة فاعلية إنشائية إنشائية كيف بني كيف جملة إنشائية قسمك نهي در قسم ده يوم انشاك نهي لازد اس سمجھ آمد من دون جملة در كيف ام الاو يوم جملة بات انشاء الله بايسن ماشي مشکل تم انت ترکیب کرو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.